نلاحظ أعزائنا المشاهدين بأن الحكم يقف إلى جوار الكرة، وهذا ليبين ليعطيه الرؤية الكاملة عما يحدث في أرض الملعب. وكرويس يعرضها إلى كلوزا، الله، والهدف الأول. What a clinical finish from كلوزا. Look at that pass. That's football. That's what we're talking about. ونلاحظ الفرحة الكبيرة للجهاز الفني للمنتخب الألماني بقيادة لوف أبو الحب بالعربي. Pass from Lamb to the defenders. Absolutely, there's no offside. He crosses the rain. Oh, what a finish. The keeper cannot do anything about it. What a clinical finish from Closer. فرحة الجهاز الفني هنا بقيادة المدرب الكبير لوف، وهنا باص جميل ويدخل في منطقة الجزاء. وانتو جميل في الكابتن ماجد، ما بتحصلش دي. الله، باص عرضها كبير سلوف كلوز. الله يا سيد الاسياد، في اليمين وفي الشمال، والله مبدع اللاعب ده. والله جميلة جميلة. افرح يا لوف، افرح يا احفاد هتلر، افرحوا. والله عندكم مدرب لوف واوزل وميرسلوف كلوزا، وهنا المستشارة الألمانية اتصف. افرح يا نازية. نعم انني انا نازي، والله نازيين اسياد العالم. افرح يا افرح يا انز النا. باص جميل، واخد بالك، ما تحصلش والله الا في الكابتن ماجد دي. شوف الباص جميل، ترتد من الحارس ويكمل، يعني ميرسلوف كلوزا مش واخد باله، يعني مش قدامه حدا يعني. والله يعني الله ينور يا عم الحاج. افرح. كرة عرضية جميلة من يسار الملعب في منطقة الجزاء، ومولر يصلحها صديق المدافع. يا سلام. Really مساكا، what a finish. First touch. Defenders, are you kidding me. ونلاحظ الحارس يحاول ويقفز، يقفز قفزة لا قفزة بعدها، ولكن نعم انها لعنة اليانز ارينا. حبي اللي انت جيت قلعل، وجابها على اليمين، فتح اللاعب مولر يتقدم. والله كأنه غزال يا عمي، مش جابها قتال دي، ويعرض عرضية لمسعود اوزو بين اقدام اللاعب. يا سلام يا سلام يا سلام، والله اتعلموا يا عرب. شوف اللاعب جومز واقف على الخط، ما لمسهاش عشان ما يعملش اوف سايد. والله اتعلموا يا عرب. فين انتوا يا عمي؟ الست ام كلثوم بتقول الحب، انت فين الحب فين؟ انا اقول انتوا فين، وكرة القدم فين يا جدعان؟ تسلم شمالك يا مسعود اوزل، هي في الصدر. وشوف اللاعب الذكي ده اللي اسمه جومز، والله والله فن يا عمي. من اين لكم هذا؟ والله نجوم. لاعب الميرينجي الملك الابيض مسعود اوزل، كل سنه وانت طيب يا سيدي. خطا في وسط الملعب، ولكن الحكم يقول كمل اللعبه. عرضيه، عرضيه للمنتخب السويدي. ابره ابره ابراهيموفيتش. لا 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 لا، what a top finish, world class finish. No, I cannot do anything about it. Allah. كابتن 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 المنتخب السويدي، نعم انه يعود الى كفة المباراة، يؤكد ان المنتخب السويدي متواجد. ونلاحظ هنا الخطأ الذي لم يحسبه الحكم قبل قليل. ما فيش اوفسايد، وكمل يا باشا، كمل ويلعب. والله جميلة بين اقدام الحارس الكبير نوير. ما فيش اوفسايد ويكمل. والله هل يعود؟ هنا السؤال اللي بيطرح نفسه ويجاوب على نفسه في نفس الوقت، هل سوف يعود المنتخب السويدي؟ جميلة الكرة، جميلة الكرة. ما هذه المباراة المجنونة؟ نلاحظ ارتباك الألمان في الدقيقة 75، ارتباك واضح جدا. ماذا يفعل الألمان في وسط الملعب؟ وكرة عرضية جميلة، ثلاثة ضد ثلاثة يا جماعة، وين المساندة؟ إلى أين يلعبها؟ ثلاثة ضد ثلاثة، هل يفعل؟ يا سلام، الله، الدفاع الألماني منتهي، الدفاع الألماني سوى له عمله. ما هذا؟ رقم 11، لاعب جميل جدا، لاعب جميل جدا. هذا الباص يوصل يم العرب ب 2022 إن شاء الله، كأس العالم بقطر إن شاء الله يوصلنا هالباص. نلاحظ أن اللاعب صراحة، اللاعب اللي عرض الكرة هني يطالع قبل لا يلعبها، يطالع المنو يلعبها، الخالته العمته، مو على الله. ضربك في منطقة الجزاء، وتعود الكرة مرة أخرى. هل يعرض؟ نعم يعرض الكرة، وضربك أخرى. ما فيش مستحيل في كرة القدم، ما فيش مستحيل. أين أنتم يا أحفاد هتلر؟ أين أنتم يا أحفاد هتلر؟ أين أنت يا نونير؟ مش عارف اسمك إيه أصلاً، من فرحة ضيعت كل حاجة. والله جميلة. شوف إبراهيموفيتش يعرضها وعلى الطاير، ما فيش مرحميني، والله ما فيش مرحميني. وزي ما يقول المطرب العراقي، لما لقيت الحب ايامي حلوت فجأة، فقت كل شيء فرحة ما تمت. والله مظبوط كلام الراجل ده، مجنون هذه الكرة.
4-4 في ظرف 15 دقيقة، يعني يسجل الهدف الألماني في 15 دقيقة جولين، ويعود عليه السويدي في جولين آخرين في 15 دقيقة.